للأزواج فقط 0530 300 300. وحسين وي مومو كلشي بخير اخويا؟ الله يحفظك الله يبارك فيك. مرحبا بك حبيبي. الله يحفظك. بغيتي دير تجربة الكوبل مع لطيفة؟ لا لا لطيفة اش اخبارك؟ اهلا مومو صافا بخير الحمد لله. وانت كلشي بخير؟ الله يبارك فيك ربي يخليك. مرحبا بك لطيفة. مرحبا. فرحانين نحن تنضرب معاك. انا فرحان ومرحبا بكم. الله يسهل الامور. هذه 5 سنين و جمعه مزوجين كاع لي برامج ديالك كاملين تعجبونا. الله يحفظك الله بارك الله فيك. جمعه 5 سنين جمعه مزوجين الله يكمل بالخير. عندكم جوج وليدات؟ عندنا جوج وليدات رياض ونزار. الله يخليهم لكم الله يخليهم لكم. يخليك ربي يخليك. كيفاش تلاقيتو؟ كيفاش تحبيتو؟ كيفاش تزوجتو؟ تلاقينا صدفه. كنت ماشيه في الطريق ديما كان كيشوفني كنكون غاديه للخدمه ديما تيشوفني. واحد النهار توقفني قال لي سمحي لي نهضر معاك. قال لي واش ممكن نطلبك للزواج راه كيعجبتينا ديما كنشوفك. قلت ليه نيشان المره الاولى نيشان؟ نيشان. قال لي انا بغيت الزواج ماشي تشلي. قلت ليه مرحبا. بقينا كنهضروا ودرت حتى استوت الامور. جا هو دارو ملي بقينا هو واحد الحاجه ما قالهاش ليك راه هو كان داير لونكيت ماشي خبركش. ايوا كان شحال قال لي انا حاضرك انا صراحه عمري ما شفت وقع ليا دار لونكيت هو راه مسقسي وبسول. ايوا ماشي غير جو قال لك تزوجي. والله الا واعر 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 صراحه شحال هو قال لي وانا كنخدم كنشوفك ديما. قصه زوينه اخويا الله يكمل بالخير. مزيان اخويا مزيان مزيان الله يحفظك تيمومو الله يسهل عليك. ودابا بغا يجربك لالا بغا يجربك. واش كتعرفيه مزيان؟ اييه وعندو ليك واحد الكادو سوربريز ما في خبره والو هي محسن؟ لا لا ما فراساش. لا شحال خصها تجيب؟ خصها تجيب شي 8 اجوبه جوج ماشي مشكل. واخا لا هما 10 ستريس راه 10 هما هما 10 ستريس لا بريسيون وكادو واعر. شي حاجه ياك محسن شي حاجه باغاها هي بغات ياك باغا واخا سيدي نجي كل خير ان شاء الله. اييه غادي نسهلوا معاك الله يسمعنا خير. كاين ممكن غير الخير. الحاجه اللي ما كيبغيش يديرها راجلك لطيفه شنو هي؟ ما كيبغيش عليه يديرها ملي كان الحاجه اللي كنعرف ما عنديش اللي كنبغيو نخرجوا ما تيبغيش يمشي لا في الطوبيس لا في الطاكسي. تيقول لي ما نخرجوش. لما كانش طوموبيل ما خرجوش. معناتها ما كيبغيش يخرج. حنا كنتعاونوا معاك راكم الكادو راكم الكادو بغينا لك الكادو لالا من عند راجلك يعني ما كي الله يحفظك خي مومو ما كيبغيش يخرج. علا يلا يلا طيفه يلا سهلة. ما عزيزش عليه يخرج على رجليه كاينه. هذا الكادو 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 يلا النشاط اللي عزيز عليه شنو؟ النشاط العزيز على راجلك لطيفه شنو هو؟ شنو الحاجه العزيزه اللي دايرها بزاف في الحياه؟ عزيز عليه سافر. كاينه برافو. انا راه تي قبل ما يسافر ولا كنت تقول لي حاجه اخرى عتقت انا الكادو خصك تاخذي الكادو. ضروري. الدوله اللي باغي يزورها راجلك كاينين جوج دول شنو هما؟ وحده فيهم كيتمنى يمشي لاسبانيا. كاينه برافو. هادشي مزيان. هادشي ثلاثه هذا مزيان. اسبانيا وكتعجبو السويد كتعجبو بزاف. هادشي اللي كاين. البرج ديالو شنو هو؟ البرج ديالو ميزان. كاينه برافو. يعني انسان عادل منصف بزاف. لا بزاف بدا معايا انا والحمد لله الله يكمل بالخير يا كامل. الرياضة المفضلة عند راجلك شنو هي؟ لطيفة. وعزيزي يتمشى. كاينة برافو عليك. مارش مع الصباح عزيزي. محسن محسن راك ساكت تيم. لا ما هضرش والو كيتصنى كتحسب النقاط؟ كتحسب شحال من جواب صحيح؟ كنحسب في النقاط وكنتسنى فيها تقول شي حاجة ماشي هي هذيك. هذيك الساعة ديماري غنسمعوك. انا وجدت الكادو محسن. انا كان مرحبا مرحبا. واحد جوج ثلاثه اربعه باقيين سته. لا خمسه خمسه صحاح. اللون ما كيعجبوش كاين هما جوج. اللون اللي ما كيعجبوش الاحمر بعدا ما كيعجبوش. كاينه برافو عليك.
وما كيعجبوش الموف حتى هو كيعجبوش الموف. لك اربعه اسئله والكادو اربعه هاد اللي باقي هما باقي كاين جوج باقي جوج قالوا قالوا ثمانيه سالي دابا جوج سالي باقيين باقيين اربعه اسئله ولكن جاوبتي على جوج وصافي الكادو ديالك. الساعه اللي تزاد فيها راجلك لطيفة الساعه اللي تزاد فيها هادي قصحة هادي تزاد بالليل هو بالليل إلى ساعة إلى ساعة تقريبا 9-10 ما أكلتش بالضبط 8 د الليل 8 د الليل هو راه إلا قال لك هو راه حيت هو كان حاضر حيت أنا كنت حاضر متأكد هو كان حاضر ال شحال كيمس في رجليه؟ 43 كاينه برافو عليك وبعد مرات كلش هو هذاك كلش هو هذاك دابا بقى باقيين جوج عندك سبعة الأجوبة صحيحة باقيين جوج أسئلة الماكلة اللي ما عندوش معاها الماكلة اللي ما عندوش معاها ما عندوش هو معاه لي سلطة ما عندوش معاه لي سلطة وعنده غير معاه الماكلة البلدية خويا مرسي اول مره بصحتك حبيبي اول مره كنسمع شي واحد ما عندوش معاه لي سلاد واش 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 لا سلاد واش لا سلاد لا سلاد ولا كاع كاع لي سلاد كلهم كاع لي سلاد كاع لي سلاد ما عندوش هادي كاع لوغ دوفر كاع دخل ما عندكش معاه انت ومع انا بلدي كاع لي سلاد وزالي الماكله ديال التغماسي اللي فيها الخبز واخا الكادو راه ديالك برافو عليك السؤال الاخر الماكله اللي عزيزه عليك كيحبها عزيزي الكسكس هذا هو الكسكس سعود السيدي سعود برافو 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 رضيفة محسن تفضل اخويا تفضل باش تقدم الهدية والهدية راني سميتو مجد ليها ان شاء الله من وراء الكونفينمون ان شاء الله الى سهل الله غنديرو شي دورة لاسبانيا الى سهل الله ان شاء الله بحول الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بحول الله خويا ان شاء الله ان شاء الله الله يستر انت كنتي باغا الكادو كنتي باغا تسافر ياك باغا من زمان كنتمنوا ان شاء الله الى كتاب الله يكمل لكم بالخير دوز معكم وقيته زوينه محسن لطيفه شكرا لكم يا ربي امين اخويا محسن عزيز عليا الصراحه والله الا كنطلع الطوموبيل مع الصباح كاين اي تراضي والله ما نكذب عليك الله يحفظك اخويا اللي حشمنا اخويا وشكرا لكم بزاف على قولكم حنايا معكم كل الصباح على اذاعه ايت راديو تجربه الكوبل ديروا معنا انتم معلوم 05 30 300 300. مرحبا سامية شخبارك؟ لاباس الحمد لله ربي يخليك انت لاباس عليك الحمد لله كلش بخير وعلى خير هذا نهار كبير هذا سمعنا صوتك تحنا كذلك نهار كبير هذا لله ومع السياسين السياسين لاباس بخير خويا الحمد لله مصطفى بخير الحمد لله الله يبارك فيك كلشي بخير صحة الحمد لله انتم العائلة وليدات الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد لا لاباس عليهم مشيت لاباس الحمد لله مشاش عندي ولا عندي مشهور خصني نمشي كونت انستغرام جوج ضروري والله الا فكره واعره رمضان وشعبان جوج اييه انتم هادي تمسين انتم زوجين اييه كيفاش تزوجتوا كيفاش تحبيتوا كيفاش تلاقيتوا تهضر انت ولا نهضر انا نقول لك انا كيفاش قول لي يلا سير اسيدي في رمضان كنت خارج بحال هكا غادي نشرب قهوه مورا الفطور غادي وانا نتلاقى بها وقفت عليها بحال هكا قلت لها فين غادا بغات هي كانت كتقلب على طاكسي بغات تمشي لدار جداها ما لقاتش طاكسي قلت لها نوصلك انايا هي هذيك وصلتها خديت النمره ياك وما عاودتش عيطت لها ما عيطتيش لها ما عيطتش لها عطيني النمره ديالك ما خديتش نمرته والو انا صافي ما جاش طاكسي قلت هو يوصلني ماشي مشكل هذيك قلتي جاب لي الله طاكسي كورسا فابور وفي الطريق هذيك الطريق ما هضرتوش ما والو ما هضرتوش مع بعضياتكم شويه ماشي بزاف عادي زعما ماشي زعما من بعد داز عام داير اللي من موراه عاد باش اتصلت بها فكرتي فكرك رمضان فكرك رمضان ياسين والو كان بارك داز العام وما لقاش شكون غادي يونسو باش يشرب قهوه قال راه نقلب تليفون شوف نوامر باقا شي نمره هي هذيك بانت لي نمرتي عيط ليا قال لي معك ياسين قلت لي ما كنعرفتش واحد سميتو ياسين انا نسيت عليه صافي
وشنو هي الواعره؟ هو جاي قال لي انا غادي نتلاقى بك باش تعرفيني وداك الشيء. قلت لي واخا. جاي هو صايقول دعم منور والبلاصه حدا خاوي وكيقول لي طلعي والظلام. قلت لي اسمح لي ما نطلعش. قال لي لا نشربوا قهوه. قلت لي لا اسمح لي. قال لي انا نعطيك لاكارت ناسيونال ديالي خليها عندك وطلعي. وما قلتيش راه ولد عمك قاص اللور؟ لا قلت لي واش كاين جاي انت وجاي صاحبك اللور ديك تاع ما تنعرفوش. قلت لي يعني او جا ندير معاك انت علاش زعما واحد اخر وغادي نمشي معاكم انت صافي هضر غير هنا قول لي شنو بغيتي فين كتعرفني وهادي وهادي. شو قال لي انا تنعرفك فين تتعرفني ما وقال لي ها انت عرفتي اش دير والله حتى غنشرب غير قهوه انا وياك هاكي ها لاكارت ناسيونال ما تخافيش خليها عندك حتى تبغي تمشي فحالك ورد لي لاكارت ديالي وداك الشيء اللي درت سميت وعادي. ولد عمك ياسين شرب معاكم قهوه توا؟ دي معك شود شود. من بعد انا يا بقيت كنتعرف انا وياها بقيت كنخرج انا وياها اونصوم كدا تعرفنا ان هادي ولينا كنهضروا عادي ديك الساعه في الميسنجر وكدا. من بعد انا مشيت درت العمره ما تقبلها من رجعت وانا نجي نخطبها صافي صافي. حلمتي بها في العمره صافي نكذبش عليك رجعت خطبتها اها هذا هو اللي كاين اخويا مومو الله يكون خير اخويا. ايوا مزيان. ودابا واش دراسك دابا؟ دابا انا دابا بريباري دابا اخويا بغا تجربك 10 اسئله شحال ساميه شحال منك شحال من جواب صحيح غادي يجيب؟ تسعود تسعود على 10 واخا لا تسولناها ياسين على الحاجه اللي ما كتبغيش ديرها في شغل الدار الحاجه اللي ما عزيزاش عليها في شغل الدار شغل الدار الحاجه ما كتبغيش ديرها كاين واحد الحاجه ما كتبغيش ديرها هاد الحاجه راه هو كيديرها نيت حيت انا ما تتعجبنيش نديرها انشاف برافو ديما انا لاصق فيها النصير ديما هاني شوف معاك هذيك الماكينه واش سالات وانصر معاك نيت يلاه زيد الحاجه اللي كتبغي ديرها في الدار الحاجه اللي اش كنقول لك هي كيعجبها داك الشيء ديال الطياب والباتيسري اللي واد كدا شي واد برافو بصحتك انت بصحه بصحتك سيدي بصحه الله بصحه راها الدولة اللي بغات تمشي لها بغات تزورها ايطاليا لا ايطاليا ليتالي سامية ترى ماشي 9 على 10 راه ريحة 10 على 10 هادي دابا راه لا لا حنا غنشوفوا باقي مازال باقي ما بان والو واخا البرج ديالها شنو هو ياسين ناري 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 بدينا مزيان القوس طبعا يعني مو شريتي عندي هادشي راه فقط من الباك هادشي دابا اللي واقيلا كنت نعاود ندوز الباك وما ندوزش شحال كتلبس في رجليها؟ لا هادي عارفة وهادي باينة 39 كاينة برافو انا غادي دابا كلشي صحيح الرياضة الرياضة العزيزة عليها الفولي انا ناطاسيون اش خاص سامي اش خاص تقولي دابا خاص تقولي شكون هادي عزيزه على الفولي شكون لا 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 مو لا حيت هي انا عارفها كانت فاش كانت كتقرا في الليسي كانت في ليكيب ديال الليسي ديال الفولي واخا من تما هو عزيز عليها الفولي واخا هذا هو اللي كاين مشات لك وحده هذه بقى دابا خاصك اللي جايين كلهم صحيح ان شاء الله توصل لتسعود اللي بغات هي اللون اللي ما كيعجبهاش اللون اللي ما كيعجبهاش المارو برافو المارو ما كيعجبهاش ما كيعجبهاش ما كنشريهش شحال جواب صحيح؟ عندو 6 صحاح واحد خطا 7 باقي 3 نوع الموسيقى اللي عزيز عليها هي كتسمع هادشي جديد المغربي ولكن كيعجبها الراي الراي برافو داير فيا الراي داير فيك الراي صاف فرحانة فرحانة انت فرحانة ياك سميوها هادشي لا حيت عارف راسو هو علاش كيجاوب صحيح راه مراجع مزيان باغي الكادو واخا الماكلة اللي ما كتاكلهاش الماكلة اللي ما كيعجبوهاش داكشي الكرعين وداكشي ديال التقلية كرعين هرقمة سامية راك مضيع راسك راك مضيع راسك مومو مهنية من العيد الكبير مهنية ما عندهاش ما نحاولي شكون اللي مناسبكم اللي مفرحاكم ديروا هادشي اللي كاين بقى سؤال واحد ياك سؤال واحد
والحاسم. الماكلة اللي عزيز عليها وشوف بالتدقيق والتحقيق كان واحد طبق عزيز لها، كان واحد سبيسيال سبيسيال طبق عزيز عليها كيعجبها وكتموت عليه هو الشعرية بمطيشة. كتموت عليها كيلا بغيتي تهلها فيها خرجها وخلص عليها غير الشعرية بمطيشة صافي بارك عليك الطوب ديك ساعة. الشعرية بمطيشة ماشي سباغيتي بمطيشة، الشعرية بمطيشة. وفي كتبع الشعرية بمطيشة لا ودابا انا اللي بغي في الدار صراحة في الدار ما كاينش الزنقة اللي بغي يعرض علينا، اللي بغي يعرض علينا زعما ويكبر بينا كيدير لي الشعرية بمطيشة عرفني. منطقة موس غاليين الله يكمل عليكم الخير سامية. داكشي اللي بغيتي انت لقيتي، قلتي 9 على 10 لا برافو عليك صافي سهل كادو ما تقولي لي والو. شادي نقول لي واخا ما جابش 10 على 10 جاب 9 على 10 خصو يجيب 10 على 10 ولكن ما كاين باس ماشي مشكل غادي ندوزوها ليه وراه حافظ ما عندي ما يتسالو ديجا راه ويتو راه خصو يكون عارف كلشي خصو يكون عارف عليا كلشي ما كاين باس هادي هادي ما كاين وحيده ما كاين مشكل انا انتما كاين ما كاين مشكل الله يكملكم بالخير سامية ياسين شكرا لكم ميرسي بوكو على خطيك. مرحبا خويا ياسين شكرا ياسين حبيبي. بغيت نقول لك واحد الكلمه اللي هي معلوم سامية الله يخليك ليا وانت تاج فوق راسي باش نقول لك بلا بيك ما الدنيا ما نبداش طعم صراحه كاين معنا كنبغيك الله يخليك ليا صراحه وخلي لنا وليداتنا عمران وصابرينا يا ربي امين امين الله يخليك ليا. ياسين بغي يقول لك سامي بغي يقول لك الدنيا بلا بيك بحال الشعريه بلا مطيشه الله يكمل لكم بالخير الله يكمل بالخير امين. مرحبا 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 شكرا شكرا ميرسي. اللي بغيت معنا الكوبل وتجربه الكوبل عيطوا 0530 300 300. الكوبل وتجربه الكوبل في مومو مورنينغ شو على اذاعه ايت راديو للازواج فقط. مرحبا عبد المجيد كي داير سيدي الله يحفظك عليه يخطيك كل شيء بخير صحيح الحمد لله الله يحفظك صحيح بارك الله فيك الحمد لله كيف يدير مع هذا البرد الحمد لله الحمد لله اللي جات من سيدي ربي مرحبا بها والحمد لله عليها الحمد لله البرد بارد ياك واخ والبرد مقلاصي مسموم 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 كيدخل مع العظام اخويا كيدخل مع العظام ايوا الله يدير التوابيت خير الله يرحمنا كل شيء يفوت كل شيء يفوت كل شيء يدوز اخويا. نقدم لك السيدي واحد السيده سميتها ايمان كتعرفها مزوج بها لي 7 سنين الله يكمل عليكم بالخير. شخبارك لاله ايمان؟ لاباس الحمد لله كلشي بخير صحيحه؟ لاباس بخير مرحبا بك لاله مرحبا الله يبارك فيك لاله مرحبا مرحبا وسلموا على بعضياتكم ياكم خاصمين؟ لا لا شتي ما هضر ما هضر مع الاخر واد واد الصوت هذا كنقول واش عارفو ولا ما عارفوش ناري 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 البدايه 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 زوينه زوينه كيفاش تلاقيتو كيفاش تحبيتو كيفاش تزوجتو؟ عاودي لها ايمان المهم انا حيت انا خصني نقول واحد الحاجه ضروري الا نساتها واخا سيدي داك سيدي حنا تلاقينا في المخيم حيت بجوجنا كنديروا المخيمات وتلاقينا في اخر مخيم اللي كنت انا ما كنتش باقا غادي نمشي له لقيت فيها السيد واو هو غايقول لك واحد الحاجه باقي اليوم بينا هذا كيقولها لي صافي حيت اليوم غادي يقولها شوف الا قلتها اليوم غنرتاح لحقاش غيعرفها العالم ما كان لي نهار شفتها ليا خيمومو ما تلبتش عليا نهار الشمس لمات عليك تخيل معايا دابا كانت كان واحد المجمع حكم هي دابا عندها في الا ما كتعرفش واحد ما تسلمش عليه تلمات عليه كل شيء جات انا تقول لي السلام عليكم لا عليكم السلام عليكم السلام واخا فهمتك دابا وانت درك راس قلتي دابا هذه ما سمعتش عليا كاين شي حاجه فبقى ديال لا ودابا انا خصوصا انا داخل واحد المخيم ما كنعرف فيه حتى واحد وملي كتكون انك داخل شي بلاصه مع حتى واحد دوك انا كنتراجع شويه مرصاديا وكنقرا حكم انا عارف شنو عندي وعارف انني كما كنقول ملي كنحط راسي مثلا في شي مخيم عارف عارف القيمه ديال التنشيط ديالي واخا سيدي واخا سيدي دابا انتما تلاقيتو عبد المجيد وايمان تلاقيتو كنتو في المخيم كنتي انت كتغني مع الدراري كتقول لهم ومني مشينا لميريكان ميريكان ميريكان وتلاقينا باش ايمان باش يلح لك هضره وتلاقينا مع ايمان مع ايمان وانا صغير ما نعرفش ما نعرفش ما نعرفش عارف كل شيء
وعلى إيمان ما نصبر شيء. الله يكون بخير. الله يكون بخير أخويا. آمين آمين. في الليلة ديال داك النهار كنت كنصمت السعاد مرسي إذا يقول لي عافا كنت صمت معك زعما في التليفون قلت لا هذا شيء مشكل. ودابا تخيل معايا مومو في 2011 انت كتصنت لسعد ماسي ديك ساعة سنان وكليل اللي كيعرف سعد ماسي في الوقت وهي كتصنت ما فهماش حيت عارف اللهجة ديال الجزائريين وهي كتغني مثلا ديك القبيلية ديالهم وتلاقيتو أول حاجة سمعتها سعد ماسي هذه قصة واعرة هذه ياك ما سمعتو هذه الأغنية هذه دينا بعيد مدى الدنيا حجيت هذه الأغنية سمعتو هذه؟ لا لا هي تصنطات معايا غير انت وفي نفس الوقت الراوي واخا الراوي هي الراوي وي هي 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 وما فهمتهاش وبقات دارها فراسها وتقلبات عليها انت قلتي جاب الله الوجبه باش نشرح لها الكلمات حتى انا فاهم الكلمات كلمات ليست كلمات سيك سيدي واخا مجيد ايمان مجيد باغي يجربك من بعد اسمع سينو زيد الزواج واخا اييه شنو الحاجه اللي عند مجيد ما كيبغيش يديرها في الدار الحاجة اللي ما كيبغيش يديرها في الدار في الأعمال المنزلية كنعاني منها معاه إيه ما كيبغيش يلوح ليا حاشاك لا طوبيل فيه مشكل برافو دابا أنا عرفتك عارفة ولكن ما عرفتيش راسك كيفاش تقوليها ياك دابا عزيزي وبارك أخي ماما المهم النشاط اللي عزيز على عبد المجيد أيمن هو تنشيط مع الأطفال هذه حفظة ومشاهدات مقابلات كرة القدم كيف مقابلات تنشيط واخا ونتفرش كورة الله يخليك إيمان معلوم 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 وخليه تفرش كورة مرحبا مرحبا على راسي وعيني إيه شحال كيلبس في رجليه شنو هو ما عرفهاش لا ماشي مسألت ما عرفهاش دابا هو رجلي كتلبس بزاف نوامر انا اللي عاقله اللي عاقله جو كخوا 32 لا كاين 39 كلشي هو هذا كلشي غادي هو هذاك مقاد اللون اللي ما كيعجبوش يعني زوينين اللون اللي ما كيعجبوش ويلي الاحمر العالم عارف اخي بوم واخا خويا يعني نهار اللي كتبت فقصي كتبتي الاحمر ياك نهار كيبغاو فقصي كيلبسوا لي ولدي الاحمر ديك العيبه ديالو هذا يلا يلا قول شي حاجه هضر دابا نوع الموسيقى العزيز عليه هذا كادو هذا سؤال كادو سعاد ماسي و كنسمعو كيتصنت بزاف فيروز يا سلام ناي البرغوتي بعض المرات تاو كنسمعو المهم داكشي اللي هذا كيتصنت له هو هادشي اللي كاين برافو كنتقاسمو في هاد المسألة أنا وياه عبد المجيد استولناه على الساعة اللي تزاد فيها إينا ساعة تزاد فيها إيمان إينا ساعة تزاد فيها راجلك ساعة ساعة اللي تزاد فيها يا الله هو ما عرفش هو صاحب بكري وصافي صباح ما كاين الصباح خمسة ديال الصباح خمسة ديال الصباح تزاد خمسة ديال الصباح شتي قالنا خمسة ديال الصباح يلاه ما كاين ما كاين مشكل ما كاين مشكل شحال من سؤال دابا عندنا خمسة ولكن السؤال واش غنحسبوه ولا لا لا ما حسبوش هذا داكا يعني شحال ستة ولا خمسة لا خمسة خمسة باقي خمسة باقي خمسة باقي خمسة ما كاين مشكل يعني إيمان شنو هي الحاجة اللي كتقلق عبد المجيد فيك أنت يا ويلا عرفتيها يا سلام زعما شي واش نقول لك ملي كنكونوا دابزين ملي كنكونوا دابزين ماشي ساهل كما كنقول لك كنسامح داكشي اللي قال ياك الله يلاه ما تقصحيش معاه ما تقصحيش معاه احسن وقيته عند عبد المجيد احسن وقيته في النهار صباح عشية وقت الغداء بالليل احسن وقيته كنلقى فيها راحتي كيرتاح فيها وانا اللي عاقله وشحال هذه كان الليل اللي كيعجبو الليل ويلي 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 الليلة يا ليلى الليلة الليلة يا ليلى الليلة الليلة يا ليلى اسم طالع الممثل الكوميدي العزيز عليه ايمان الممثل الكوميدي اه المغربي كان مغربي كان واحد مصري
اي الا كان مغربي هو حسن صد اييه و الا كان مصري كيسمي هو الزعيم عادل امام عادل امام فوالا شحال من باقيين سؤال باقيين جوج باقيين جوج ديال الماكله الماكله عزيزه عليه شنو هي الماكله اه الماكله اللي عزيزه عليه هذه راه النكته انا زعيم الحوت اييه كاينه شنو اخر الحوت شنو اخر شي حاجه اخرى اه كيطلبها ليا بزاف ماشي هذه هذيك 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 كنا بزاف كنا بزاف برافو فوالا برافو لاباس والماكله ما عندوش معاها هذه اللي قلتها لك تبقى تضحك ولكن راه هي هذيك الصراحه الحوت عنده ملحوس وما عندوش ملحوس خويا فينومين انا شوف انا فينومين انا بحال هكا لاباس والله الا لاباس الماكله عزيزه عليه الحوت والماكله ما عزيزه عليه الحوت فهمها فهمها هي كل حوت مقلي والحوت البيض وإذا كان الحوت مكرم ما كاينش ريحته كاع المجيد نعم على حسب واش الحوت فيه الشكر ولا ما فيهش الشكر اه انت فهمتي هذيك انت دابا فهمتك دابا فهمتك اخويا الله يكمل عليكم بالخير شحال من جواب صحيح انت تسعود سعود على العشرة سعود ما كاين مشكل برافو 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 على المجيد شنو تقول لمرتك ايمان بغيت نقول لها الله يخليك ليا والله يحميك ليا والله يخليك ليا امين أمراتي أحبيبتي الحبيبة الله يخليك وليداتك ولا لا يخليك عليا وكنحبك وشوية ظني بيغزير ونهار نهار العرض اللي هو نهار المعياج اللي هو قريب إن شاء الله غادي تاخذي أحسن كاس ديالك الله يخليكم الله يكمل بالخير إيمان عبد المجيد إيمان كتخلعها إيمان حتى قلت لا هي ديما بحال هاد الحوايج هادو كتخلع فيهم راك اللحظة أنا أصلا ملي كنكون كنشط مثلا كطلع حد كتقول لي واش تب واش تنصطي كنقول لها لا انا اللي كنكون كنشط انا هو داك الطيفل وسط هذوك الدراري هادشي اللي كاين اخويا الله يكمل بالخير الله يكمل بالخير اخويا شكرا لكم شكرا لكم ديروا معنا الكوبل وتجربه الكوبل 05 30 300 05 30 300